بسم الله الرحمن الرحيم. بني وطني، أيها الشعب الوفي، الشعب الذي لا يرى ظلم، الشعب الأبي، فلموا جميعا إلى الساحات، إلى الأنهج، إلى الشوارع، كلنا جنبا إلى جنب، وتوحدوا جميعا أعداء منا أو فرقاء سياسيين. يسمعنا خوف الوطن الحبيب، فالإيمان بالله والإيمان بالوطن. هلموا أيها التونسيون والتونسيات، ننقل وطننا من ورقة الاحتلال النهضوي الخانق المنتهك العراقي السابق لدماء الشعب التونسي، المخرج لهم زارعا في انفسنا وفي عقولنا التفرقة بيننا، مندسا منتهكا مكفرا لمن عرضها، متاجرا بالدين الحنيف. حان الوقت ايها الاخوة والاخوات لكي نرى حدا لهذه الازمات المتتالية المنتسبة فيها حزب النهضة أولا، وسكوتنا وخوفنا ثانيا. هلموا أيها المواطنون الشرفاء، الفلاحين، الأطباء، السياسيون، النساء، الشيوخ، الأطفال، البنات، العاطلون عن العمل، الأبرياء والمظلومون، المهمشون، المحرومون، هلموا جميعا لإنقاذ وطننا الحبيب ولتطهير أنفسنا من الخوف والجبن. لن نسكت عن الاضطهاد، لن نسكت عن الاغتيال، لن نسكت عن التهميش، لن نلازم الصمت مرة أخرى. ومن هنا فصاعدا سنحمي وطننا الحبيب بكل ما أوتينا من قوة. تحيا تونس الأبية، يحيا الشعب. فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها. أخوكم مروان البرنس، رئيس مجلس الحمايه الوطن والمواطن، ونجم تونس من بلدان بلدان، باش نقضي وحده المواطنين الكل، المواطنين الكل عندهم تو الحق باش ياخذوا ويتكلموا بفخر النهضه. يلزم نقضي وحده، خاطر راهو سياسيين وحدهم ولا الاتحاد وحده ما يكفيش. لازم نتولى الكل، اي انسان عنده ايديولوجيا بتحسن يحيها، اي انسان عنده فكره يحيها، يحط روحه كان تونس. تونس قبلنا كل شيء، قبل تونس قبلنا، قبل صداقنا، قبل مالنا، تونس هي الكل. ناجم في الحكومه الشعبيه، الاحياء الشعبيه كامله، ناخذ ونساو العداوات اللي بيناتنا، ونساو مشاكلنا، وناخذ نحطوا في مخنا كان تونس، وناخذ فرصه المستعمر النهضوي. يلزمنا نقوي الوحدة تنطر النهضة هذه اللي قاتلنا في دماء الشعب. تونس ليس ساكتة، تونس ليس ساكتة، وإن شاء الله ما تكونش. حان الوقت يا ناس، حان الوقت يا تونس باش نقوي الوحدة. وأنا مثلي مش مرابطة، وأنا في حماية الوطن المواطن باش نخرج حتى احنا. إذا كنت نتمنى باش نموتوا، نموتوا شرفاء، ونموتوا مرتاحين، وربي يرضى علينا. والسلام عليكم. من خوكم مروان البرنس، وقبل ما نكمل نشكر اخواني في قفصة الرجال، وندعيهم ان شاء الله باش يكونوا في الجنة لاربع شهداء اللي توفوا في قفصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوكم مروان البرنس، رئيس مجلس حماية الوطن والمواطن.